بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا مع بعض اللاب العملي لاي بي فيرجن 6. اللاب دوت بيدربنا ازاي نعمل سبنيتنج، وكمان هناخد كده ازاي نعمل ستاتيك روت ما بين شبكتين مختلفتين. على بركه الله نبدا. دي التوبولوجي اللي احنا ان شاء الله هنشتغلها. التوبولوجي زي ما انتم شايفين 4 سويتشات و4 بي سي و2 راوتر. هنلاقي كل راوتر شايل شبكتين، وهنا راوتر عندي شايل شبكتين. وتعالوا مع بعض ازاي نشوف نبدأ نعمل الشبكة دي. نخلي مع بعض كده الشبكة كده جنبنا عشان خاطر نشتغل عليها. نفتح كده الباكت تريسر، هنبدأ نسحب، ندوس على أيقونة البي سي، نبدأ نسحب ايه البي سي الأولاني، البي سي التاني. اوكي، البي سي التالت والبي سي الرابع. هاجي بس على البي سي 0 دوت اسميه ايه بي سي 1 بي سي 4. اوكي كده عشان بس نفس الايه سي 4. اوكي كده يبقى كده عندي ايه الاربع بيسات بتوع همت. نبدا نضيف ايه 4 سويتشات. هاجي على السويتش وناخد اي سويتش نحطه. ادي سويتش واحد للشبكة الاولى، الشبكة التانية، معايا كده. نحط راوترز، ادي راوتر واحد وادي راوتر ايه اتنين. طب هنبدأ نربط الشبكة بتاعتنا. نبدأ نختار الكيبل. هاخد الكابل بتاعي واضيفه. طبعا الكابل هنا نوعه ستريت. همسك الكابل برضو تاني واكرر نفس الكلام ده ايه مع السويتش التاني، السويتش التالت والسويتش الرابع. نسمي بس السويتش دوت اس دبليو واحد اس دبليو اتنين اس دبليو تلاتة اس دبليو اربعة. هنسمي ده برضك راوتر واحد ار واحد ودوت ار اتنين. اوكي تعالوا بعد كده نربط بقى الايه السويتشات بالراوتر بكابل ستيرت برضو. هنختار جيجا ايثرنت، وهي نفس الكلام هنختار فاست ايثرنت مع جيجا ايثرنت 0/1. نفس الكلام برضو هنا عاوزين بقى نربط السويتش التو راوتر ببعض. هاجي على الراوتر الاولاني دوت، عاوزين نضيف له كارت سيريال. بقى دبل كليك على الراوتر، بقفل الراوتر باور عشان ابدا ايه اضيف الايه الوكايه بتسميها ويك اتش دبليو اي سي 2 تي. بندوس عليها تظهر لي الايه الكارت بتاعي وابدا اضيفه للايه للراوتر بتاعي. اتاكد ان الراوتر بتاعي مطفي باور. لو جينا على الراوتر الثاني، لو انا ما طفيتوش باور وجيت اضيف الوكايه ديت هتبدا يقول لي الراوتر لازم تقفله باور. نقفل الزرار كده ونضيف الايه الكارت، وابدا اجيب الكارت الكابل السيريال بتاعي اللي هيربط لي الايه التو راوتر. هختار سيريال 0/0 مع سيريال 0/0 على سبيل المثال. كده انا ربطت الايه الاجهزه. نعمل لها بس نعمل لها زومينج وكنترول اي عشان اشوف الشبكه بتاعتي كويس. ادي الشبكه بتاعتي اهي. اوكي نبدا بقى نحط الايه الاي بيهات على البي سي. هاجي على البي سي الاولاني هنحط له الاي بي بتاعه. دبل كليك عليه او كليكه ونختار ديسك توب ونختار اي بي كونفجريشن. طب الاي بي بتاع البي سي ده كام؟ هنلاحظ ان انا هختار نوع الاي بي عندي ستاتيك. انا هحط الاي بي مانوال 2001. الاي بي عندي اللي هو ايه دوت 2001 جي بي 8 اي سي جي، والسب نت بتاعنا 1 اي دي بي اي عفوا دي
بي 8 كولون اي سي اي دي كولون 1. دي السبنت بتاعتي. كولون كولون كام؟ هو الانترفيس بتاعه كام؟ انترفيس اي دي 10. والبريفكس بتاعنا كام؟ على 64. اوكي، نفس الاي بي هو هو، بس اخر واحد ده للايه؟ للجيت واي، الاي بي فيرجن 6 اي جيت واي. اوكي، طب كده ايه، خلصنا البي سي الاولاني. نفس الكلام مع البي سي التاني، نفس الاي بي اهو، ناخد الاي بي التاني بتاعه 2001 دي بي 8 اي سي اي دي كولون و2 كولون كولون كام؟ 10 و نفس الاي بي هو هو، بس واحد اللي هو ايه؟ الجيت واي بتاع الراوتر بتاعه، الجيت واي بتاع الراوتر بتاعه نفس الاي بي بس عليه واحد. نفس الكلام هنعيده مع الايه؟ البي سي رقم 3، هنحط الاستاتيك اي بي بتاعنا اللي هو كام؟ قلنا 2001 كولون دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون 4 كولون كولون 10، ونفس الاي بي هو هو. طب البريفكس بتاعنا 64، نفس الاي بي هو هو واخره واحد. نفس الكلام هيتعاد مع البي سي رقم 4، 2001 كولون دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون 5 كولون كولون 10. 10 ده اللي هو الانترفيس اي دي قلنا، ونفس الكلام نفس الاي بي بس الانترفيس بتاعه ايه؟ متغير، هيبقى ايه؟ واحد بتاع الراوتر. كلام جميل كده، انا ظبطت الاي بي بتاع البي سي هات. اوكي، نبدا نشوف الراوتر. هاجي على الراوتر ده ار واحد، هفتحه، هفتح السي ال اي بتاعه، طبعا قال لي افتحه باور عشان كنت طافيه، وابدا افتح السي ال اي بتاعه. يلود معايا اهو الاي او اس بتاعه، بيقول لي رساله بيقول لي هل تعوز تعمل كونفيجريشن بالدايلوج مسج؟ اقول له لا، انا هقول له ايه؟ هعمل كونفيجريشن مانوال بتاعي نو. طيب هقول له الراوتر، هو بيظهر لي اليوزر مود اكسكيوتبل مود، بقول له لا انا عاوز اخش على الايه؟ البريفيج مود بانيبل انيبل اي ان اي وتاب، بقول له ايه؟ كونفيج تيرمينال، هخش على الكونفيجريشن مود، هدي له اسم كمان هوست نيم ار 1، واخش بقى على الانترفيس جيجا 0 على 0. عشان كده الانترفيس عندي جيجا 0 على 0 وجيجا 0 على 1. طيب نخش كده على جيجا انترفيس، اول حاجه اقوم الايه؟ الاي بي فيرجن 6 عليه اي بي في 6 يونيكاست. اي راوتر عايز اقوم الاي بي فيرجن 6 لو مش قايم عليه بالامر دوت. طب بعد كده اقول له ايه؟ انترفيس جيج 0 على 0. طب الانترفيس ده الاي بي بتاعه كام؟ اقول له اي بي في 6 ادرس، الاي بي اللي كام؟ 2001 كولون دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون بعد كده ايه؟ اي سي دي 1 للشبكه اللي عليه كولون كولون، والاي بي بتاع الانترفيس بتاعه 1، والبريفكس كام؟ 64. اوكي، ده اول انترفيس هو جيجا 0 على 0، انتر. بعد كده اقول له ايه؟ نو شت داون. كده قومت اول ايه؟ اول انترفيس. نعمل اكزيت من الانترفيس دوت، ونقوم الانترفيس التاني هو انترفيس جيج 0 على 1، انتر. نفس الكلام، نفس الاي بي، بس هاجي هنا كده ايه؟ اشيل الواحد واحط ايه؟
ماشي. واحد ده احط ايه؟ اتنين اللي هي النتورك بتاعته، انتر كده. ايه حاطين اي بي، واقول له نو شت داون. طيب نخش على السيريال اكزيت، السيريال بتاعه سيريال 0 على 0. عندنا هنا الانترفيس بتاعنا اسمه سيريال 0 على 0 على 0، اقول له انترفيس سيريال 0 على 0 على 0. اوكي هياخد الاي بي بتاعه اي بي فيرجن 6 اهو، نفس الاي بي بس ايه 3 3 اهو، والبريفكس بتاعه 64 هو هو مظبوط، واخره ايه 1. انتر وادي له ايه لو الانترفيس اي دي 1، واقول له ايه نو شت داون. كده انا عملت كونفيجريشن للتلاته انترفيس بتوع الراوتر ايه بتوع راوتر 1. نفس الكلام هيتعمل على راوتر ايه 2، السي ال اي نقوم باور، وبعد كده ايه اخش على السي ال اي ويعمل لود للاي او اس بتاعه. نفس الكلام يقول لي عاوز تعمل الكونفيجريشن بتاعك مانيوال ولا بالدايلوج بوكس، اقول له نو، اقول له انيبل كونفيجريشن كونفيج تي و هوست نيم ار 2 ده اسم الراوتر كده. بعد كده اخش على انترفيس جيجا 0 على 0 واديله الاي بي بتاعي اي بي في 6 ادرس. بعد كده اي بي انا دخلت على الانترفيس خلاص. بعد كده اي بي في 6 ادرس، الاي ادرس الاولاني كام 2001 كولون دي بي 8 كولون بي دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون 4 كولون كولون 1. اوكي على البريفكس بتاعي كام 64. اوكي انتر، وبعد كده ايه نو شت داون. بعد كده نفس الكلام هيتعامل مع ايه اكزيت انترفيس جيجا 0 على 1 انتر. نفس الاي بي بس هاجي هنا كده ايه اغير الاربعه واخليها ايه 5، اللي هو الايه السبنت بتاعتها كام 5، وانتر واعمل نو شت داون. نكرر الكلام مع انترفيس انترفيس سيريال 0 على 0 على 0، الانترفيس اللي هو السيريال، نفس الاي بي هنحطه اللي هو ايه بس هنحط ايه هنا الانترفيس بتاعه 2 والشبكه بتاعته كام 3. هنا 2 والخمسة نشيلها ونحط مكانها ايه 3 لان هو في شبكة 3 السبنت 3 عفوا، وندوس انتر ونقول له نو شت داون. اعمل اكزيت. نسينا نعمل اي بي في 6، اتاكد بس ان الاي بي فيرجن 6 قايم على الراوتر ده، وكده ايه يبقى كده قومنا الايه الاي بي هات على التلاتة ايه على التلاتة انترفيس لكل راوتر. نعمل بس اكزيت كده ونخش نشوف شو رانينج كونفيجريشن، نشوف شو رانينج ده بيورينا الكونفيجريشن بتاعنا احنا عملناها. نبص كده على الكونفيجريشن، اول حاجه الجيجا 0 على 1 عليها اي بي 5، الجيجا 0 على 1 عليها، والجيجا 0 على 0 ادي الجيجا 0 على 0 عليها اي بي 4، وجيجا 0 على 1 عليها اي بي 5. نطلع فوق بس شويه كده نشوف بس السيريال بس عليه الاي بي بتاعه لا، والسيريال 0 على 0 عليه الاي بي بتاعه. اوكي نتاكد بس ان الدنيا شغاله، واي نتاكد برضك من الراوتر التاني
اكزيت اكزيت ونعمل شو رانينج كونفيجريشن. طبعا تاب بيدين امر كامل بيكمل الامر بتاب. ادي جيجا زيرو على زيرو الاي بي بتاعه اهو مظبوط. ودي جيجا وادي السيريال الاي بي بتاعه مظبوط اللي هو 3.1. وادي الانترفيس اللي هو جيجا 1/0 0/1 الاي بي بتاعه مظبوط. كلام جميل. طب كده الشبكة هتبنج ازاي؟ احنا كده عندنا البي سي 1 يقدر يبنج على البي سي 2. نشوف كده مع بعض. ادي البي سي 1 الاي بي بتاعه اهو كوبي، نبنج بينه على البي سي 2، نعمل بينج ماينس تي ونحط الاي بي بتاع البي سي 1 ونعمل انتر. مفيش بينج. ليه بقى مفيش بينج؟ نشوف كده مع بعض. هنا 12 منسينا نحط بريفكس. كلام جميل كلام جميل. نشوف كده تاني، نبنك تاني، ناخد الاي بي دوت تاني، نبنك تاني بينج، نحط الاي بي ده تاني ونقول له انتر. ايوه كده البنج سليم. شوف عشان تكون ناسيين حاجه صغيره، بدا ايه ديني انريتشابل او ايه تايم اوت. كده البنج من البي سي 1 للبي سي 2 شغال. نبني كده من البي سي 2 على البي سي 1، ناخد كده الاي بي بتاع البي سي 1 كوبي ونبنج على من البي سي 2. خلاص كده احنا بنكنا هنا خلاص كنترول سي وخلاص. ناخد بقى العكس، ناخد الاي بي دوت كوبي ونروح على البي سي 1 ونديله بينج ونحط الاي بي التاني. ماشي، ندوس انتر. كده ايه في بينجينج. اوكي نفس الكلام هنلاقي في بينج من البي سي 3 للبي سي ايه 4. نفس الكلام هناخد الاي بي بتاع البي سي 4 اهو كوبي و اجي هنا كده اعمل بينج على البي سي رقم 3 انتر. البينج مش موجود ليه؟ هنشوف كده مع بعض. البي سي 4 برضو بالصدفة مفيش البريفكس. نجرب كده تاني، ناخد البي سي رقم 3 كوبي ونحط البينج ونبنج عن منه على البي سي رقم ايه 4 بينج. نحط البي سي رقم 3 ماشي وندوس انتر. كده البينج سليم. اوكي طيب تعال كده نشوف هل في بنج من بي سي 1 لبي سي 3. ناخد كده الاي بي بتاع بي سي 3 كوبي ونبنج على عليه من بي سي 1. قال لي هوست ان اي ديستنيشن اي ان ريتشابل. مفيش هنا ايه ريتشابيلتي ما بين البي سي او الشبكه اللي فيها البي سي 1 والشبكه اللي فيها البي سي 2. ليه؟ لان هنا في هنا ايه عمليه راوتينج، لازم تعمل ايه راوتينج للايه للباكت. طيب الراوتينج هتعمل ازاي؟ احنا عندنا هنا الراوتر ده يعرف معلومات عن الشبكه 1 والشبكه ايه 2 اللي هي السبنت 1 و2، ما يعرفش معلومات عن الشبكه ايه 4 وايه و5. نفس الكلام الراوتر رقم 2 يعرف معلومات عن 4 و5، ما يعرفش معلومات عن 1 وايه و2. طب بنعملها ازاي؟
هنيجي على كل راوتر نعرفه المسار بتاع كل شبكة. انا اقول له ايه، انت عشان تروح للشبكة واحد دي لازم تروح عن طريق الايه، النكست هوب انترفيس او النكست هوب اي بي ادرس او الاكزيت انترفيس. طب انا عندي النكست هوب انترفيس بتاعي او نكست اي بي انترفيس عندي بالنسبه للراوتر ده هو الانترفيس اللي قدامه دوت، اوكي. ونفس الكلام بالنسبه للايه، الراوتر اللي فوق اللي هو راوتر واحد الاكزيت انترفيس بتاع الراوتر اللي قصاد. تعال نشوف الكلام ده نعمله ازاي عملي. هنيجي على الراوتر رقم واحد كده، هنعلمه المسار اكزيت، هنعمل كده كونفيجريشن، عفوا انيبل كونفيجريشن تيرمينال، وبعد كده اخش على ايه، هنيجي نقول له اي بي روت. احنا مش عندنا اي بي روت، احنا هنعمل اي بي فيرجن 6 روت. اي بي فيرجن 6 روت، هنكتب كلمه روت، ما فيش هنا تاب، ما بيكملهاش بتاب. طيب انا عاوز نبدا نشتغل كده واحده واحده. انا شغال على راوتر واحد، كلام جميل. عاوز يعرف عن الشبكة، الشبكة اللي عليها البي سي 3، هاجي كده نعلمها له، هقول له اي بي فيرجن 6 روت 2001 كولون دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون 4، اوكي، كولون كولون دي شبكة على 64 على 64. طيب عشان تروح لها هتروح لها عن طريق انهي اي بي، الاي بي بتاع الراوتر الاكزيت انترفيس بالنسبه له دوت اللي هو الراوتر ايه ار 2، يبقى ايه هتقول له ايه الاي بي بتاعه 2001 دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون، بعد كده تقول له ايه 4 ولا ايه، هتقول له ايه عفوا انت عاوز تروح فين دوت بالنسبه لي دوت اللي هو يبقى 3 3 والانترفيس بتاعه اللي هو ايه 2، يبقى كولون كولون 2 انترفيس اي دي، اوكي. هدوس انتر كده، ايه علمت راوتر واحد الايه عشان يروح للايه للشبكه 4 يروح عن طريق الانترفيس ده. نفس الكلام هنعمله بس ايه، هنعمله ايه شبكه 5، الشبكه الخامسه، وادوس انتر، اوكي. كده انا عملت ستاتيك روت على الراوتر ايه واحد. نفس الكلام هتعمل على الراوتر ايه 2 المسار وعكسه. هاجي هنا كده على الاي بي، اي بي فيرجن 6 روت، واجي اقول له انا عاوز اعرف معلومات عن الشبكه ايه واحد والشبكه 2، هقول له 2001 دي بي 8 اي سي اي دي كولون 1 كولون كولون على 64، دي الشبكة اللي أنا عاوز أعرفها. عشان أعرفها ار 2 لازم تروح لها عن طريق الانترفيس بتاع الراوتر التاني اللي هو دوت اللي هو والاي بي بتاعه كام؟ 2001 كولون كولون اي دي بي 8 كولون اي سي اي دي كولون 3 كولون كولون 1 اللي هو الاي بي دوت اللي هو الانترفيس سيريال 0 على 1 على 0 دوت، وادوس انتر. نفس الكوماند هيتكتب بس على الشبكه ايه 2، على الشبكه 2 وادوس انتر. كده انا مفترض ان انا عملت ستاتيك روت من الراوتر واحد للشبكتين دولت، علمتهم للراوتر اتنين، والشبكتين دولت علمتهم للراوتر ايه واحد.
تعال نشوف كده مع بعض، نبندج من البي سي 1 للبي سي 4، نشوف البي سي 4 الاي بي بتاعه كام. ادي الاي بي بتاعنا اهو، ونروح للبي سي 4 عفوا البي سي 1، ونبدأ نعمل عملية الايه بينج عليه. انتر. ايوه كده البنج ايه تم من بي سي ايه، كده في ريتشابيلتي ما بين الايه الشبكتين المختلفتين عن طريق الايه الاستاتيك روت ديتا. يبقى كده بقى في فول ريتشابيلتي ما بين الايه الاربع شبكات. المفترض لو جيت عملت بنج من البي سي 2 هاخد كده الاي بي بتاع البي سي 2 كوبي وبنج منه على البي سي 3 مثلا، بنج هبنج على البي سي 2 من البي سي 3 انتر. ايوه في كده بردك ايه فول ريتشابيلتي. بكده يا جماعه نكون خلصنا اللاب دوت. ارجو ان يكون اللاب سهل وبسيط، وان شاء الله ننفذه عملي وبالتوفيق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.